هناك يعني نظام ترصد وبائي والاكتشاف المبكر للحالات في جميع المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة. هناك دور مرسوم عبر القرار الإداري الذي أصدره السيد وكيل وزارة الدكتور مصطفى رضا، القرار رقم 420 لسنة 2020، والذي حدد دورا لكل ممارس صحي في هذه المنظومة في عملية الكشف المبكر على الحالات، إن كان في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإن كان في الأقسام الوقائية المنتشرة في جميع محافظات دولة الكويت أو في المستشفيات العامة والتخصصية، لا سيما في أقسام الحوادث.